عصام سحسين يا ويلك مرحبا بيك تفضل ارتاح سحسين تفضل مرحبا بيك شنو احوالك سحسين زرتنا بركه لاباس عليك انا كيما ولدك ربي يعيشك عندك وليدات سحسين عندي برشا قداش عندك وليدات لا نعرفوش ما نعرفش حسابهم شنو سحسين ما نعرفش حسابهم لو قلت عندك بالصبع ما نعرفش ما تعرفش حسابهم هما برشا برشا عشرة خذ برشا نساء أكثر 11 12 ممكن 14 يمكن 14 صلي وسلم على سيدنا محمد قداش تزوجت من مرأة يا حسين سبعة ولا بالحق لازم نقعد بحذاك أنا يا حسين مرحبا بيك والله صلي على النبي نقعد بحذاك شوية مرحبا بيك سلك سوير بركز مرحبا بيك عيبو عايشك سبعة جتيم سبعة ولا سبعة سبعة بزداد سبعة بزداد اي ثم بليش ثم الله أكبر بليش قديش بليش ثم شوية بليش شوية خمسة آلاف أربعة آلاف قديش يمكن برشا برشا آلاف ها آلاف اي ليه خنقوم انا حاج من هنا ليك علاش علاش يا حاج انا شي الاف المدام اخويا الاف بلاش صداق لباس حاج مشكله هي دفع عليه فلوس حياتك خويا عند حد لواحد عمل لي زي به الفتره هذه حاج احكي لي عليها شوي معناتها علاش مثلا تتزوج انصح الشباب ساعة تنصح الشباب باش يتزوج؟ لا. ما ينصحوش يا عاج. يا عاج. ما ينصحوش حط خرغاته في كرومته. ها؟ ما ينصحوش حط خرغاته في كرومته. يا عاج بعد سبع نساوين يا حاج. اي بعد سبع نساوين. وخمسة آلاف درهم. يكرمك. يقول لك تنصح الشباب تقول ما تزوجوش. حط خرغاته في كرومته. تكركروا منها لا. حاج انت ندمت اللي تزوجت سبع مرات؟ ندمت. وال 5000 ندم عليهم؟ كل ندم عليهم. ال 5000 يا كل حاج؟ كل ندم عليهم. ثم جنسيات غير توانسه؟ غير. ايطاليا ايطاليا وفرنسا. نعم؟ ايطاليا وفرنسا. شرفتنا زاد في ايطاليا. وشرفتنا في فرنسا. مشكلة. يا حاج انت لازمتك ميدالية في الالعاب الاولمبية. والله عليك حصل لي حاجه اسمعني اسمعني انا فهمتك يا حاج انت تو ما شاء الله عليك كبرت تو ليه عندك سمايل نتاع زين الساعه لا تبارك الله ليه 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 عمري 83 تو ما تظهرش حاج عمرك 83 سنه 83 عمري